يا مو شو ياسين لوين يا مهوي؟ يا مو ابن عمي بده ياخذني مشوار لبرات الحارة لنتسلى فيه. مشوار لبرات الحارة؟ اي شو عليه؟ روحي روحي تقبريني وان شاء الله بتنبسطوا. بدك شي يا مو؟ لازمك شي؟ بدي سلامتك. يلا خلينا ياكي. يلا ابن عمي هلا منتأخر. كمان ما لقيت المصاري، معناتها هو سارقه واخذ رشيده معه مشان ما حدا يشك فيه. العمى ولك سرقنا هذا الواطي. الله لا يوفقك يا اخرس الكل، لك الله لا يوفقك. ان شاء الله بشوفك مقتول. قولي على قامتي، بدي رشيده ترجع بخير وسلامه، بدي بنتي ترجع. بدي أعرف ليش بعدني عن أمي؟ ليش؟ بس قلي ليش؟ لو بتحبني عن حق وحقيقي رجعني لعند أمي. الله يوفقك رجعني لعندها. شو ما رح ترجعني؟ شو ما حكيت ما رح تفهم علي، ما رح تفهم. عم اقول لك ما رح تفهم، ما رح تفهم. انا حبلي يا ابن عمي.
ابن عمي؟ ايه. وقت يجي الولد؟ ايه. ما رح نعرف نعلمه لا المشي ولا الحكي ولا يعيش مثل الناس والعالم. من شان الله ما تتأخر بالرجعة على البيت. حاسي حالي ماني منيحة وخايف يصير لي شي بغيابك. لا تنسى تقفل الباب وراك. فكر إذا ترك الباب من دون قفل رح أعرف طريقي وأمشي فيه. وينك يا أمي؟ وينك يا أمي؟ وينك؟ نزل الولد. اتركني اتركني. بعد عني بعد عني. لا رشيدة لا تنزلي الولد. انت مين؟ انت مين يا ناس؟ يا جوزك. انت بتحكي؟ ايه انا بحكي ومالي اخلص. انا كنت عامل حالي اخلص. ليش عامل حالك اخلص؟ ليش؟ لي اياها هلا ان شاء الله تقلي مين انت. ما
أنا مجرم، أنا قاتل زلمة. أنا كنت أشتغل مع الفرنساوي داسوس، داسوس على أهل حارتك. أنا هيك. شو؟ ما عم صدق، ما عم صدق. ما عم بشتغل مع الفرنساوي، صدقيني ما عم بشتغل معه، ولا بدي اشتغل مع حدا. أنا بدي إياكي أنتي وبس. أنا بحبك رشيد. بدي أمي، بدي أمي. يا مو، يا مو، وينك يا مو؟ يا مو، وينك يا أمي؟ ابن عمي، تعرفني عمي ما بشوف ولا بقدر أخدمك بالبيت، ليش تجوزتني؟ أنا تجوزتك منشان ضل بحارتك، ضل بحارتك عم بشتغل مع الفرنساوي، منشان ما أرجع على الحبس من جديد. يعني أنت هلا هربان من الحبس؟ مو بس من الحبس، هربان من الفرنساوية ومن أهل حارتك ومن كل الناس.